دائما في الطرف قام اليوم 63 عاملا من أصحاب عقود العمل المدعمة بوقفة احتجاجية بمدخل المؤسسة الجزائرية للمياه، وهذا للمطالبة بإعادة إدماج زملائهم الستة المنتهية عقودهم منذ أسبوعين، كما اشتكى المحتجون ظلم المؤسسة التي استغنت على زملائهم وكذا الدور القادم لهم رغم ما بذلوه من تضحيات لصالح نجاعة هذه المؤسسة. محمد منكم ثانية. احنا يهدوا فينا، احنا قال لك انتم توصل لنهاية العقد تاعكم يوصل اكم البرة، ما عندناش حل. واحنا اغلبية العمال هنا سيتي هما اللي جان، هما اللي يخدموا كلش، هما اللي يخدموا كلش. ادماج ومن بعد عام سيتي وحبسوني درك انا واني بثلاثة دراري درك راح نروح، انا ما عندي والو، صافي ربي هو يعلم بيدرك انا 30 تشوف فيا في الشونتي، تشوف في الهم في النو في السمش، ربي يعلم بينا. كما نقولوا احنا يخدموا بهم ولا فانت كونت يعاودوا يطيشوهم، سما مصير مجهول. راح شوف مع الباليشي وشكون اللي راح يزيد يقبلوا هو. حتى انا نطلبوا منهم انهم يرسمونا في المنصب هذا، درك انا في المنصب تاع هذا في المنصب، يرسمونا في المنصب تاعنا. درك لا بلي بار قاعدين يخدموا يخرجوا في لاروترات، يرجعونا اخويا يحفظونا على المناصب الماليه تاعنا، يرجعونا يرسمونا، واللي حبسوهم هذوك يعاودوا يرجعوا.